سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين. مرحبا. الإعلام والصحافة الحرة هي صفة بتميز الأنظمة الديمقراطية، وهي دليل على تقبل الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر. مشان هيك تسمى بالسلطة الرابعة تقديراً لدوره بخدمة المجتمع وقدرته على أنه يكون مرآته ومرآة الواقع ومحرك لنشاطه. ولازم يكون العمل الإعلامي موضوعي لحتى يقدر يقوم بهالمهمة، ولأنه الإعلام هو المرتكز الرئيسي لأي دولة ديمقراطية ومهمته مراقبة السلطة والأحزاب والحكومة والمنظمات المختلفة. وكل ما كان الإعلام موضوعي كان فاعل مساهم وبينشر الحقائق بمصداقية، وعلى هذا الأساس فهو بشكل آلية ضغط وبيأثر بالقرارات. وكل هذا بيتطلب توفير الحصانة القانونية ليمارس الصحفي وظيفته ودوره، يعني الإطار القانوني اللي بيحميه وقت بيحكي بجرأة عن الخلل والسلبيات. وهذا الشيء نحن بنفتقده كسوريين، رغم وجود مواد بالدستور بتكفل هاي الحرية، إلا أنها يعني ما بتتجاوز الإطار النظري. ومشان هيك كتير صحفيين سوريين تم اعتقالهم بسبب آرائهم وتصفيتهم حتى من قبل جهات مختلفة. من هاي الرؤى انطلقت مؤسسة DEM دم، وهي مؤسسة إعلامية سورية مستقلة غير ربحية تأسست سنة 2011 لتساهم إعلاميا بتعزيز وتوسيع فضاء المجتمع المدني والمدنية وتعزيز المبادئ والممارسات الديمقراطية باتجاه تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد. وبتشتغل مؤسسة دم على فكرة بناء مجتمع بتسوده منظمات مجتمع مدني مهنية حقيقية. وبيهدف لإنتاج جيل واعي قادر على الانخراط بالمجتمع وفق أسس عملية وعلمية صحيحة، من خلال افتتاح ورشات تدريبية إعلامية ودعم ورعاية مختلف النشاطات المدنية بمدينة كوباني، عين العرب والمناطق الإدارية التابعة لها. رسالة المؤسسة بترتكز على بناء قدرات منظمات المجتمع المدني ومؤسسات النفع العام للأفراد، بهدف بناء نسيج مجتمعي قوي قادر على أداء دور فعال بتنمية المجتمع ورفضه بالمشاريع التنموية الثقافية اللي بتعزز نموه وتطوره، ضمن رؤية نشر ثقافة الحوار والعمل على تقديم كل شيء ممكن بخدمة المجتمع وفتح المجال للجميع بدون استثناء للاستفادة من برامج المؤسسات الخاصة بالتدريب وإجراء الدراسات الاستطلاعية والميدانية لقياس اتجاهات الرأي العام وربط مشاريع الدراسات الاستطلاعية بحاجات المجتمع وقضايا. رؤية المؤسسة ورسالتها بتتجسد من خلال الأهداف اللي بتسعى دم لتحقيقها من خلال أنشطة، واللي فينا نلخصها أولاً نشر وتعزيز قيم الديمقراطية وتأصيلها ضمن المجتمع السوري والسعي لرفع سوية الوعي والفكر المدني وابتكار طرق جديدة لإيصالها للمجتمع. ثانياً، العمل على إزالة مخلفات الاستبداد وتبعاته على المجتمع ضمن استراتيجية قائمة على جمع البيانات وإجراء عمليات مسح وإحصاء وتحليل متطلبات ومعطيات الواقع الراهن، وصناعة استراتيجية الحل على أساس هاي المعطيات. ثالثاً، رفع مستوى العمل الإعلامي المهني وإيصال المعلومات بأساليب حضارية. رابعاً، دعم وتشجيع مشاريع التنمية بالمنطقة قدر المستطاع. خامساً، التركيز ودعم مشاريع ذوي الاحتياجات الخاصة. وأخيراً، دعم وتمكين المرأة والشباب والاهتمام بمشاكل الطفولة. هذا الموضوع من المواضيع المهمة يلي انتبهوا للسوريين واشتغلوا عليها لتكون بخدمة السوريين، لأنه فعلاً السوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.